بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 140. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة البحرين، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك تقول أم محمد. أم محمد تقول: أحيانا أدخل المسجد لأداء الصلاة في قسم النساء، لكن لا أجد امرأة غيري، حينئذ هل يجوز لي الصلاة في المسجد خلف الإمام جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، لا بأس من قيام المرأة وحدها خلف الرجال. لحديث أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، أدل على أن انفراد المرأة خلف الرجال أنه في الصلاة أنه لا بأس به، لأن المرأة يجب أن تتأخر عن الرجال ولا تكون في صفهم ولا تصف إلى جانب الرجل، فما فعلتيه من صلاتك وحدك في مصلى النساء أمر لا بأس به والحمد لله، وهذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: يوجد لدينا في بلادنا حلقات ذكر للنساء كثيرة ولله الحمد، وقد سمعت من إحدى الأخوات أنه لا يجوز خلع الحجاب في الذكر حتى تحفنا الملائكة في هذا الذكر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كانت مجالس الذكر بمعنى أنها لتلاوة القرآن أو لتعليم العلم النافع فهذه حلق مباركة وجلسات مباركة، وهي التي تحف بها الملائكة، ولكن قولها يلزم الحجاب في هذه المجالس التي ليس فيها إلا نساء هذا خطأ كبير، فلا حرج على المرأة أن تكشف وجهها أو تكشف شعرها، لأنه ليس عندها إلا نساء ولا يلزم التحجب من النساء. وأما الملائكة فإنه لم يرد أنهم يتحجب عنهم، وإنما هذا الحجاب عن الرجال من بني آدم، هذا هو المطلوب، ولا يعرف هذا فيما سمعنا الأيام الأخيرة إلا عن الصوفية أو عن بعض الجهال. الحجاب عن الملائكة هذا يقوله بعض الصوفية أو بعض الجهال فلا أصل له. وأما إن كانت هذه مجالس الذكر على نمط ما يفعله الصوفية من تجمعاتهم وأذكارهم الصوفية فهي مجالس محرمة، وهذه الأذكار التي تقال فيها أذكار مبتدعة لا يجوز حضورها ولا تحضرها ملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية ثالثة: كثير من النساء يخصصن شهر رجب بنوع من الصلاة والصيام عن غيره من الأشهر، وكذلك النصف من شعبان، فما قولكم في ذلك يحفظكم الله؟ كلاهما مبتدع، تخصيص رجب أو تخصيص النصف من شعبان بعبادة كله من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه لم يصح في شهر رجب تخصيصه بعبادة دون غيره، ولم يصح في النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان تخصيصه بعبادة لا بقيام ليل ولا بصيام نهار، وإنما من كان على عادة في غير النصف وفي غير رجب على عادة أنه يصوم الأيام أو يقوم الليالي فإنه يستمر عليها. أما من يخصص شهر رجب أو يخصص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان بعبادة فإن هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد أحمد بعث يسأل ويقول: منذ بداية عمري وحتى فترة البلوغ لم أواظب على الصلاة، فهل علي قضاؤها بعد البلوغ جزاكم الله خيرا؟ ليس عليك قضاؤها بعد البلوغ، لأن الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ، أما ما قبل البلوغ فإنها مستحبة من سن التمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والصلاة قبل البلوغ مستحبة للطفل يعتادها ويتمرن عليها وليست واجبة عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وضحوا لنا معنى الاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هو على ظاهره استوى، يعني على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، هو استواء حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى كرره في سبعة مواضع من كتابه الكريم بهذا اللفظ: استوى على العرش، فدل على أنه استواء حقيقي بمعنى العلو والارتفاع على العرش. والعرش مخلوق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، هو أعظم المخلوقات. نعم. جزاكم الله خيرا. أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله جل وعلا يستوي عليه إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رجاد هيم الرويلي من الحدود الشمالية طريف بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن نصلي صلاتين بتيمم واحد إذا كانت الصلاة جمعا وقصرا، أم أن لكل صلاة تيمم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يكفي تيمم واحد لصلاتين فأكثر، ما دام لم ينتقض وضوءه، ما دام لم ينتقض تيممه. فإذا تيمم الإنسان على الوجه الصحيح فإنه يصلي بهذا التيمم، إلا إذا حصل له ناقض للوضوء فإنه يعيد التيمم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: أم علي من جدة. أم علي تسأل: مع كثير من الأخوات عن لبس البنطلون للمرأة، ولا سيما إذا كان واسعا وذلك خاص بالزوج فقط، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز للمرأة لبس البنطلون ولو كان واسعا، لأنه من لباس الرجال، والغالب عليها أنه من لباس الرجال، فإذا لبسته المرأة تشبهت بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن لبس البنطلون ليس من عادة هذه البلاد، لا للرجال ولا للنساء، والمرأة والرجل يلبسان ما كان معتادا في البلد، ولا يخرجان عن عادة البلد لما في ذلك من الشهرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قص الشعر، مع العلم أنني لا أقصد التشبه بالرجال؟ قص الشعر إذا كان لحاجة، كأن يكون طويلا ويكلفها حمله أو مؤونته، وهي كبيرة السن أو مريضة ويكلفها طول الشعر، فلا بأس أن تخفف منه، كما فعلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما قصه لغير الحاجة، بل من باب الموضة الحادثة أو طلب التجمل، فهذا غير مستحسن، والذي ينبغي تركه، لأن جمال المرأة في بقاء شعرها. نعم. تقول: أصلي الوتر في الثلث الأخير من الليل، ولكني أحيانا يغلب علي النوم فلا أقوم إلا بعد أذان الفجر، فما الحكم؟ هل أقضي؟ نعم، إذا كانت تقوم من الليل ولكن في بعض الليالي يغلبها النوم وتنام، فهذه يستحب لها أن تقضيه بعد ارتفاع الشمس، ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر تقضيه، لكن مع شفعه، فإذا كانت توتر بثلاث فإنها تصلي أربعا، وإن كانت توتر بخمس فإنها تصلي ستا، وإذا كانت توتر بإحدى عشرة فإنها تصلي ثنتي عشرة ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا فاته قيام الليل. أما إذا كانت عادتها أنها لا تقوم من آخر الليل، فإن المتأكد في حقها والأفضل لها أن توتر قبل أن تنام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان يسهر برواية الحديث وحفظه ولا يقوم من آخر الليل، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوتر قبل أن ينام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم لبس النقاب، علما بأنني لا أجمل عيني بكحل أو غيره، وألبس النقاب وهو خفيف جدا بحيث لا وهو ضيق جدا بحيث لا يظهر سواد العين؟
الذي نوصي به النساء أن يلبسن الحجاب الكامل، لا سيما إذا كنا في بلد لا يستعمل النقاب ولا يستعمل البرقع وإنما يستعمل الغطاء الكامل، فإن عليهن أن يلتزمن بذلك. أما إذا كنا في مجتمع يلبس نساؤه النقاب أو البرقع فإنها تلبس ما يلبس أهل بلدها، لكن لا يكون فتحة النقاب أو البرقع واسعة يظهر منها شيء من وجهها، وإنما تكون على قدر العين أو العينين فقط. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الحلي المرسوم عليه وجوب مع العلم بأنني إذا صليت أخلعه؟ لا يجوز لبس ما فيه تصوير، لا يجوز لبس ما فيه صورة لروح سواء في الحلي أو في الثوب، والواجب طمس الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. الصورة التي في الحلي صورة الوجه يجب طمسها أو إزالتها. نعم. جزاكم الله خيرا. عندما كنت صغيرة أي قبل 40 سنة، عندما يأتيني العذر الشهري في رمضان لا أقضي أيام الإفطار بعد انتهاء رمضان لجهلي بالحكم، وذلك لمدة 8 سنوات تقريبا، وعندما علمت بالحكم قدرت الأيام التي أفطرت فيها وقضيتها متقطعة. والسؤال: هل أطعم عن هذه الأيام أم أن الصيام يجزي، وكم مقدار الإطعام إذا كان يلزمني؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، ما بنتي قد قضيت الأيام التي أفطرتيها فهذا هو الواجب، ولكن بقي عليك الإطعام عن التأخير، وهو إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار 1.5 كيلو من الطعام عن كل يوم من الأيام التي أفطرتيها في تلك الفترة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله عبد اللطيف عبد الفتاح من جمهورية مصر العربية ومقيم في الرياض بعث يسأل ويقول: عندنا مجموعة من الشباب يقومون ليلة الجمعة في المسجد ويداومون عليها، فأخبرتهم بأن تخصيص ليلة الجمعة للقيام بها غير جائز، فأجابوني بأنهم لا يقصدون التخصيص ولكن المقصود تمرينهم على القيام أو تشجيعهم لبعض الأشياء أو تشجيعهم لبعض الشباب على قيام الليل. أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. قيام الليل مستحب وهو من أفضل النوافل، ولكن التزام الجماعة فيه أو عقد الجماعة فيه ليلة معينة كليلة الجمعة هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يجوز التزام الجماعة في قيام الليل أو تخصيص ليلة الجمعة بالقيام في المسجد أو جماعة، كل هذا من البدع. وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، يعني النوافل، صلاته النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما الصلوات المفروضات فالواجب أن تؤدى في المساجد، أما النوافل فالأفضل أن تؤدى في البيوت، وذلك لأمرين: أولا عمارة البيوت بطاعة الله سبحانه وتعالى وطرد الشياطين منها، وثانيا أن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز شرب الماء أثناء صلاة النافلة مثل صلاة الكسوف؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالشرب اليسير، شرب الماء اليسير الذي لا يشغل عن الصلاة في النافلة، أما في الفريضة فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: إذا سافر الرجل من الطائف إلى جدة وصلى الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر، ثم رجع إلى الطائف ووصل إليها وقت صلاة العصر أو بعدها، هل يعيد صلاة العصر أم لا؟ وهل ما فعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ما فعله صحيح وهو الجمع في الطريق، ولو وصل إلى البلد في وقت الثانية فإنه لا يعيدها لأنه قد صلاها على وجه صحيح والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. قرأت في تفسير ابن كثير في سورة الزلزلة حديث رواه الترمذي بأن هذه السورة تعدل نصف القرآن، وحديث آخر يقول تعدل ربع القرآن، هل هذه الأحاديث صحيحة؟
أنا لم أطلع عليها، ولكن من عادة الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يعتني ببيان درجة الحديث، فعليك بالتأكد من ما ذكره ابن كثير من درجة هذه الأحاديث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: جمال خلف الله أحمد من السودان استحلفته أخذني في الله بأن يعمل لي حاجة ولم يعملها، هل علي أن أصوم 3 أيام حينئذ أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. قوله استحلفت، المراد به هل المراد أنه حلف على أخيه أن يعمل عملا ولم يعمله؟ نعم. فإن كان الأمر كذلك فإنه تجب عليه الكفارة، لأنه حلف على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعله، فتجب عليه الكفارة لوجود الحنث في يمينه، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام أو كسوتهم، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. أما إن كان قصده بقوله استحلفت طلبت من الآخر أن يحلف، فهو ليس عليه شيء، وإنما تكون اليمين على من حلف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا في عمل المرأة في الأعمال التي يوجد فيها رجال أجانب؟ على المرأة أن تعتزل مخالطة الرجال الأجانب ولا تعمل إلى جنبهم في المكاتب أو في المستشفيات أو في المدارس أو في الأسواق، لا تعمل إلى جانب الرجال مختلطة بهم، لأن هذا يسبب الفتنة منها وبها، وعليها أن تعمل في مكان مختص بالنساء أو عمل خاص بالنساء، أو تعمل في مكان خال من الرجال، ابتعادا عن الفتنة ولزوما للعفة والكرامة. والأعمال النسائية والأعمال التي تخلو من الرجال كثيرة ولله الحمد، والمجالات واسعة، ولكن الشأن بالعناية والاهتمام بهذا الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتم في العزايا عندنا رفع اليدين لكي يقرأ الفاتحة أو يدعو بدعاء للميت، ما هو توجيهكم حول ما نفعل؟ جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة أو قراءة غيرها من القرآن في العزاء أمر غير مشروع، مبتدع، ليس له أصل في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. البدعة لا خير فيها، لا في العزاء ولا في غيره، وليس فيها أجر وإنما فيها إثم. وإنما المشروع في العزاء أن يقول للمصاب: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، يقول له هذا الدعاء. أما قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن بمناسبة العزاء فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع محمد حامد عز الدين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية، بعث يسأل ويقول: هل تؤكل ذبائح من لم يصلي ولا يصوم ولكنه لا ينكر أي منهما إنما يتركهما تكاسلا؟ جزاكم الله خيرا. الذي يترك الصلاة متعمدا الصحيح أنه كافر خارج من الملة، وبالتالي لا تؤكل ذبيحته، لأن الذبيحة إنما تؤكل إذا كانت قد زكاها مسلم أو كتابي، أما ما زكاه كافر غير الكتابيين فإنه ميتة وحرام، وتارك الصلاة يعتبر مرتدا عن دين الإسلام كافرا بالله عز وجل، فلا تؤكل ذبيحته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل نأكل ذبيحة من هو مجهول الأمر ولا نعلم عن صلاته ولا عن صيامه ولا عن عقيدته؟ إذا كان مسلما يتظاهر بالإسلام فإن الأصل في المسلم العدالة ما لم نعلم خلاف ذلك، فنأكل ذبيحته ونتعامل معه تعامل المسلم بناء على الأصل ما لم يتبين لنا ويثبت لنا خلاف ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جاء مصل خلف الإمام والإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة وبدأ في قراءة آيات من القرآن الكريم بعدها، هل ذلكم الرجل يقرأ القرآن أم يقرأ الفاتحة أو بماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا. يدخل مع الإمام وينصت لقراءة الإمام ويستمع إليها، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا وجد فرصة في سكتات الإمام فإنه يقرأ الفاتحة. جزاكم الله خيرا. هل ينتفع الميت بقراءة القرآن عليه بعد وفاته؟ وهل لقراءة الفاتحة للأموات جائزة؟ إذ أن هناك بعض الناس يقولون الفاتحة للنبي اللهم صل عليه ويقرؤون الفاتحة، وهناك من يقول الفاتحة لروح فلان أو الأموات المسلمين، فهل هذا جائز؟ قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن
القرآن للأموات سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما المشروع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة والسلام عليه والإكثار من ذلك واتباعه صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته وتوقيره واحترامه واحترام سنته عليه الصلاة والسلام. وأما أموات المسلمين المشروع لهم الدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم، هذا هو الذي وردت به الأدلة. وأما قراءة القرآن عن الأموات فلم يرد بها دليل فتكون بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن في صحراء وبيننا وبين المسجد مسيرة ساعة وثلث مشيا جيدا، وهذه المسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات على الأقل، وأحيانا تفوتنا صلاة الجمعة لظروف العمل عندما يصادف في يوم الجمعة، وأحيانا تفوتنا 3 جمع متتالية، فما الحكم في حالنا وكم عدد المصلين الذين تقام بهم صلاة الجمعة؟ عدد المصلين على الصحيح ليس له حد معين، بل كل ما تنعقد به الجمعة الجماعة فإنها تنعقد به الجمعة، هذا هو الأصل. وأما تحديد العدد 40 أو بأقل من ذلك فإن هذا لا دليل عليه، تنعقد بالعدد القليل الحمد لله. وأما بعدكم عن المسجد مسافة 7 كيلو وهذا يسبب لكم أحيانا التأخر عن إدراك صلاة الجمعة، أنتم معذورون في هذا، والجمعة إنما تجب على من كان قريبا يسمع النداء لها إذا نودي لها، أما من كان بعيدا فإنها لا تجب عليه، ولكن إذا حضرها وصلى على المسلمين فهو أفضل وأكمل في حقه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى